كطالب عمارة، بغض النظر في أي سنة أو مرحلة دراسية، ممكن يكون مفهوم مقياس الرسم أو السكيل مزعج وبيلخبط بالنسبة لك، فهنعمل سلسلة فيديوهات نشرح عن مقياس الرسم. أولها حنشرح إيش مفهوم مقياس الرسم. كطالب عمارة ممكن تكون سمعت واحد من الأسئلة هاي، طلب منك ترسم رسمة بسكيل معين أو تعمل طباعة من أوتوكاد مثلا بسكيل معين، وكان الموضوع مزعج لأنه مو مفهوم إيش يعني مقياس رسم. فهدفنا في هذا الفيديو نشرح إيش معنات مقياس الرسم. الآن لو نيجي نقول إنه أنا عندي مبنى، أنت كطالب جاي عندك مبنى ونطلب منك ترسمه، مو منطقي اني اجي ارسم المبنى بحجمه الاساسي اللي على ارض الواقع. الطبيعي اني راح ارسمه بمقاس اصغر. ليش؟ لانه فعليا انت مقاسك او حجمك بالنسبة للمبنى هو تقريبا هيك اذا مو اقل، ففعليا كل متر من المبنى هذا اللي هي 4 او 5 ادوار، كل متر في الواقع لازم اعرف كم حيمثل في الرسمة عشان أقدر أرسم المبنى بأبعاده الصحيحة. لذلك لازم نستند على مقياس معين. الآن ممكن عشان نخلي الجملة عامة ما نقول كل متر، نقول كل وحدة في الواقع، سواء إحنا بنعتمد المتر، بنعتمد القدم، إنش، سنتيمتر، كل وحدة في الواقع لازم أعرف كم يقابلها من وحدات في الرسمة. فمثلا لما أقول scale 1 to 100، 1 إلى 100، أنا قاعدة أقول إنه كل وحدة في الرسم يقابلها 100 وحدة في الواقع. هذا الكلام إيش معناته؟ معناته لو أنا معتمدة الوحدة تبعتي سنتيمتر، فمعناته إنه كل 1 سنتيمتر في الرسمة يقابل 100 سنتيمتر في الواقع. طيب، طبعاً 100 سنتيمتر بنعرف إنها عبارة عن متر، فمعناته بتصير لو أنا وحدتي هي السنتيمتر والمقياس الرسم تبعي 1 إلى 100، فمعناته أنه أنا كل 1 سنتيمتر أرسمه في رسمتي يمثل لي متر في الواقع. نفس الكلام بينطبق على سكيلز ثانية طبعا، 1 لـ50 مثلا، إذا قلنا 1 لـ50 فمعناته كل 1 سنتيمتر في الرسمة يمثل 50 سنتيمتر في الواقع، أو لو وحدتي مختلفة متر مثلا، فكل 1 متر في الرسمة حيمثل لي 50 متر في الواقع، أو لو معتمد الإنشز كل 1 إنش في الرسمة حيمثل لي 50 إنش في الواقع، وهكذا. نفس الكلام بينطبق على كل مقاييس الرسم بغض النظر كم كان مقياس الرسم. هذا المفهوم الأساسي تبعه. الآن لو نيجي نقول 1 إلى 1، لما أقول لك مقياس الرسمة 1 إلى 1، هذه معناته إنه الرسمة حجمها في الواقع يساوي حجمها في الرسمة. طبعا هذا في العمارة غالبا لا يستخدم إلا لو كان في تفاصيل دقيقة محتاج أبينها بمقاسها الأساسي، ممكن نرسم بمقياس 1 إلى 1، بس غالبا هذا ما بنعتمده في العمارة. فختاما، الآن هذه الرسمة أنا رسمتها في أول سنة جامعة بمقياس رسم محدد. مقياس الرسم هذا كان 1 إلى 100. نلاحظ أن الرسمة ما عليها أي مقاسات، ففائدة مقياس الرسم أنه أنا مكتوب لي جنب الرسمة أنه مقياسها 1 إلى 100، فأي شخص حيجي يقيس الرسمة على الورقة في الواقع حيقدر من خلال معرفته لمقياس الرسم أنه يطلع أي مقاس في الرسمة هذه، يعرف مقاس باب، مقاس شباك، مقاس حتى المخطط كامل كم أبعاده، من خلال معرفته بس لمقياس الرسم من غير ضرورة وجود أي مقاسات على الرسمة. هذا بشكل عام مفهوم مقياس الرسم. حنتكلم في مقاطع جاية عن كيف نستخدم مقياس الرسم عمليا، سواء في الرسومات اليدوية أو في الرسومات اللي على الكمبيوتر على برامج مثل أوتوكاد. لو استفدتم من المقطع انشروه بين أصحابكم، لايك واشتركوا بالقناة عشان يوصلكم تنبيه على المقاطع الجديدة، وممكن تتابعوني على انستغرام بنشر فيه لما انزل مقطع جديد وبنشر فيه بعض من أعمالي، وشكرا لمتابعتكم.